جوايا صلاة بصراحة، مش جوايا جوايا صلاة، لأن جوايا إيمان إنه ده زمن الرب يطلق فيه أبطاله، لأن جاء الميعاد لإطلاقهم، وزمن لأبطاله إنهم يزقروا لأن الرب ماشي معاهم. ده زمن الرب بينزل فيه أبطاله لأنه قد جاء الميعاد، وزمن إن أبطاله يزقروا لأنه الأسد ماشي معاهم. جوايا تعبير من بقاله فترة بس ما كنتش بقوله، قلته يمكن في المؤتمر، كررته كتير في وسط الصلاة من غير ما ركز عليه، بس في عنوان، ودي مش موسيقى تصويرية للعنوان اللي أنا هقوله، ده الميكروفون اللي بيصفر مش أنا. زي ما يكون في انتفاضة مجد، مش بس علينا، مش بس على مستوى شخصي، لكن أؤمن أنه في صوت صياح، صوت صارخ لعروس الرب في المنطقة من أجل انتفاضة مجد، من أنها ترفض التراب. ده سفر أشعيا، انتفضي من التراب، اجلسي البسي ثياب عزك، ثياب بهائك، لأنه البيع اللي حصل والقيد اللي حصل كان ملوش لازمة. فبلا فضة بلا ثمن تفكين وتلبسين ثياب البهاء وثياب المجد. ففي انتفاضة مجد على العروس للزمن اللي جاي. انتفاضة يعني كان في تراب، ومجد يعني ينتهي زمن خزي. انتفاضة يعني كان في تراب على الإيمان، وفي تراب على الفرح، في تراب على التوقع والتشجيع، في تراب. انتفضي من التراب. ومجد يعني نهاية مرحلة خزي، خزي في الصلاة، خزي. أنا رافض يكون في حياة أي حد في وسطينا أي نوع من أنواع الخزي في الصلاة. وأنا بتحد معاك بسناني، مش بقلبي، بسناني في هذا الاجتماع من أجل حسم كل خزي في الصلاة أو في الإيمان في حياة أي حد موجود هنا. جوايا غضب، جوايا زئير، جوايا إنه وقت. عارفين الآيات دي؟ مزمور 102. أنا فتحتها، أنا يعني فتحتها لأن عايزك تصليها، عايزك تجز على سنانك بيها هذه الفترة، فلا يبقى نوع من أنواع الخزي في إيمانك، في صلواتك، في وعود الرب على حياتك. أنا رافض أن يبقى أي شيء مثل هذا. ليه؟ لأن ده وقت انتفاضة مجد. يعني انتفاضة مجد يعني كل أنواع الخزي بتترفع، والتراب اللي اتحط بسبب ان فيه خزي يترفع، فبتنفض التراب لان ده مجد. اجيبه من فين؟ المسيح فيك. اسمه ايه؟ المسيح فيك ايه؟ رجاء المجد، توقع المبتهج للمجد، ده المسيح اللي فيك، رجاء مجد. مزمور 102. هو الصوت ممكن يتحسن؟ انا مزمور 102:12. أما أنت يا رب إلى الظهر جالس، ذكرك إلى دور فدور، أنت تقوم وترحم. كلكم عارفين، سمعتوني بكررها وحكررها عشان خاطر كلمة صهيون، يعني الجماعة التي قريبة من حضور الإله. صهيون هي الكنيسة النارية. صهيون في العهد، صهيون مش جغرافيا، صهيون مش سياسة، صهيون هي الكنيسة النارية. قد أتيتم إلى جبل الله، إلى جبل صهيون، إلى كنيسة الله الحي. عبرانيين 12 هو اللي بيعلمنا، يقول لنا كده. أنت تقوم وترحم الجماعة القريبة من الحضور الإلهي.
صهيون كان في وسط أورشليم، صهيون كان مكان خيمة داود اللي فيها تابوت العهد، اللي فيها العلاقة الحميمة اللي الرب بيقيمها في الأزمنة الأخيرة. أرمم خيمة داود الساقطة قبل ما يأتي يوم الرب، الرب يرمم خيمة داود الساقطة. كانت فين خيمة داود؟ كانت في صهيون. وإيه صهيون؟ عبراني 12، جبل صهيون كنيسة الله الحي، أورشليم السماوي كنيسة الرب السماوي. أما أنت يا رب فإلى الدهر جالس وذكرك إلى دور فدور، أنت تقوم وترحم صهيون. ليه؟ شايفينها؟ لأنه وقت، لأنه إيه؟ إيه؟ مزمور 102 كام؟ ما تنسهاش، ما تنسهاش، علشان أنا عايزك النهاردة بالليل، عايزك وانت مروح النهاردة بالليل، عايزك وانت رايح الشغل بكرة الصبح، عايزك وانت بتتحرك في عايزك كل ما تتذكر موضوع في خزي لسه ما حصلش في استجابة عليه، أنا بسناني معك لهذه الليلة أن ينتهي كل ذرات خزي في إيمان، في دعوة، في أرض، في علاقات، في أبواب مفتوحة، في خدمة، في ذكريات لفشل سابق. إنه وقت الرأفة، الرأفة بتلغي الاستحقاق. ليه يرأف؟ لو هي استحقها، لو استحقها بقت أجرة. لو رأفة دي رأفات الرب، روح رأفات، رأفات الرب، فلأنها الرأفة هي ملاش دعوة بي، هي رأفات الرب. إنه وقت الرأفة قد جاء الميعاد، لأن عبيدك قد سروا بحجارتها، حب الحضور الإلهي، فتخشى الأمم. عدد 15، اسم الرب وكل ملوك الأرض مجدك. لما يأتي وقت الرأفة، لما بيبقى وقت رأفة ويجيء الميعاد، لأن رب يتمجد، تخشى الأمم اسم الرب وكل ملوك الأرض مجدك. عدد 17، عدد 16 جميل جدا، بس هياخدنا في حتة تاني ومش هقدر أمسك نفسي نتكلم فيه، فنوح النط. عدد 17، التفت مش التفت، يعني دي ده اعلان ان الرب عمل كده، التفت الى صلاه المضطر. ايه رايكم في الايه دي؟ جميله. التفت الى صلاه المضطر ولم يرزل دعائهم. لا خزي، نفسي تتغاظ من الخزي، انا بصلي ان روح الرب يغيظك من الخزي، ان يبقى في حاجه مش مستجابه ومتعطله وجاء وقت تحقيقها. التفت الى صلاه المضطر ولم يرزل دعائهم. يكتب هذا للدور الاخر، وشعب سوف يخلق يسبح الرب. رب ينزل أبطاله في هذا الزمن، لأنه قد جاء الميعاد، وأبطاله شعب يخلق بيسبح الرب، مفهوش مخزي، لأنه قد جاء الميعاد، لأن رب أطلق بره وأطلق مجده على الشعب، لأن رب عايز يعمل حاجة من خلال هذا الشعب، فبيلغي كل خزي عوضا عن خزيك ضعفان. بس محتاج انك تتعلم ازاي تمسك في الجلابية، ولن أطلقك إن لم تباركني. ازاي تتعلم التوقيت بتاع الرب؟ كنا بنحكي عن كده يوم الاثنين، فاشجعك انك تسمع يوم الاثنين. احنا للاسف طبعا كل اجتماع بقى لي ناس بتحضر هنا او هنا او هنا او هنا، بس احنا في الروح انا مكمل، ما اعرفش السبت بيجيب الاثنين بيجيب الاربع، ما اعرفش، فاشجعك انك تسمع الاثنين. التفت إلى صلاة المضطر ولم يرزل دعائهم. يكتب هذا للدور الآخر، شعب سوف يخلق يسبح الرب. في شعب بيخرج بيزقر، لأن الرب يتحرك على حياته بشكل مختلف. والزئير ده غضب الملك، ده إعلان بر الرب، عدل الرب، زي ما كنا بنحكي في المؤتمر، العدل والبر وأحكام الرب بتشفي المرضى، بتفك الأسر، وبترد المسلوب. ده أحكام الرب وعدل الرب، عشان كده يملك ملك بالعدل ورؤساء بالحق يترأسون. لما بتقف قدام الرب وتقول لي في مشكلة هنا، في مشكلة هنا، أقولك عدل الرب إيه؟ تقول لي أعرف من فين عدل الرب؟ أقولك الحكم اللي صدر، السماء قالت إيه؟ إيه العدل الإلهي؟
العدل الإلهي إن الميزان اتنقل تماما بسبب فداء يسوع المسيح. ده العدل الإلهي، إن يسوع دفع ذبيحة كاملة أكثر من كل احتياجاتك. يسوع ما ذبحش، ما كانش الذبيحة على القد، ما كانش ذبيحة على القد. ذبيحة يسوع هي أكتر من كل احتياجاتك. والعدل الإلهي بقى موجود في حتة مختلفة خالص، إن في ميراث وفي مكنوز، وفي باسمك وإنت في المسيح يسوع مواريث مكنوزة ليك، والعدل الإلهي إنها تحصل. إذن الظلم إنها ما تحصلش، إذن الظلم إن الأبواب تفضل مقفولة، إن المرض يفضل مكمل، إن الصلوات تبقى متعطلة الاستجابة فيها، ده الظلم. ولما بتقف قدام الرب بإدراك العدل، ويملك ملك بالعدل وبالبر، كلمة عدل وبر في العهد القديم هي نفس الكلمة بالعبري. فيملك ملك بالعدل، دي في أول آية، أول آية في سفر من أسفار إشعياء، صح، من أصحاح إشعياء، وتقراها، يملك الملك بالبر، ورؤساء شعب الرب اللي هو تحت الملك بالحق يترأسون. مش عايز أتأمل في كل آية، لأنه أشرف من علو قدسه الرب من السماء إلى الأرض نظر. دي الرأفات، دي الرأفات، كل حد مخزي في حتة في صلواته في نفسيته. الرب إنه وقت الرأفة قد جاء، إيه؟ إنه وقت الرأفة قد جاء الميعاد. لأن الرب أشرف من علو قدسه الرب من السماء إلى الأرض نظر ليسمع أنين الأسير، ليطلق بني الموت، لكي يحدث في صهيون في الجماعة القريبة من الحضور الإلهي باسم الرب وبتسبيحه في وسط الكنيسة عند اجتماع الشعوب معا والممالك. لإيه؟ لعبادة الملك. تفضلوا نصلي، ما تتفضلوش. بس الآيات، الآيات محتاج تدرك قوة الآيات المكتوبة. جملتين، جملة للرب: انزل يا رب أبطالك في لأنه قد جاء الميعاد، ميعاد إنهم يرفضوا الخزي ويلبسوا المجد وينزل الرب أبطاله. الآية انزل يا رب أبطالك دي في سفر يوئيل صح 3، لما قال يقول الضعيف بطل أنا، لأن الهوية بتاعتي مش جاية من ضعفاتي، الهوية بتاعتي مش جاية من الواقع، الهوية بتاعتي جاية من الحقيقة اللي ساكنة جوايا، إن أنا بطل في المسيح يسوع. ناس كتيرة بتدور على يسوع حواليها ويسوع جوه عمال بيخبط بيقولوا أنا هنا. ناس كتيرة بتدور على يسوع حواليها ويسوع جواها بيخبط بيقول أنا هنا. ما سمعتونيش في الأغلب. الناموس بموسى أعطي، النعمة والحق صار في فرق في الفعل. الناموس أعطي، النعمة صارت. لو بتدور على حاجة حواليك فأنت بتدور على حاجة قريبة من الناموس، لأن الناموس أعطي حواليك، أما النعمة فصارت. خلي بالك في الفرق، الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. تقول لي إيه يعني، ليه معلق على كلمة صار؟ أقول لك في نفس الإصحاح في يوحنا 1 الكلمة إيه؟ صار. لا خليك في صار. الكلمة صار إيه؟ جسدا حل بيننا. مستوى المعية بتاعتك، انزل الرب أبطالك لأنه قد جاء الميعاد، لأنه جاء وقت الأبطال يزأروا، لأن الرب بيتحرك معاهم بمعية مختلفة في هذا الزمن. حضور الرب ومعية الرب بإدراك بقى مختلف، إدراكك بيتغير، مش بتدور عليه، هو موجود جوه بيقولك أنا هنا، أنت سمعني؟ حد هنا؟ حد موجود جوه معايا؟ بتدور عليه بره هو عمال بيخبط من جوه. أنا عمانوئيل، عمانوئيل يعني الله فينا. لفترات طويل بنقول الله معنا، بس هي بتحمل معنى الضعيف، لكن المعنى الأقرب في اليوناني الله فينا، الله في وسطنا. حلة دي هي على فكرة كلمة حلة في اللغة أو حتى في الأصل بتاعها هي نفس كلمة المحلة بتاعة الخيمة بتاعة العهد القديم. فحلة في وسطنا، الكلمة صار جسدا وحلة بيننا.
فمستوى إدراكك للحضور الإلهي على حياتك بتنقل، فبترفض الخزي. ما فيش حاجة في هيكل الرب مليانة خزي. كل هيكل في العهد القديم كان إيه؟ كلموني كان إيه؟ كان ذهب، مش كده؟ ما فيش حتة فيها خزي. فأنت محتاج تتغاظ معايا أن يعني يبقى في حتة في الهيكل بتاعك فيها خزي. أنتوا كويسين؟ أنا جاي متغاظ لكل حد هنا مخزي في أي حتة في حياته، وجاي متغاظ لكل صلوة هنا متعطلة من عدو الخير أو متعطلة لأي سبب. حتى تقولي أنا يمكن أنا السبب، حتى لو أنت السبب، قد إنه وقت الرأفة، إنه وقت الرأفة. ولو أنت مش عارف تمد إيدك لأن في حكمة معينة، وفي محتاج تكون حضرت مدرسة كاملة بتعلمك إزاي تاخد حاجة من الرب، يلقي الرب في أحضانك. أنا متغاظ ولازم تتغاظ معايا وتقف رأفة، يعني بدون استحقاق، إنه وقت الرأفة قد جاء الميعاد. أمين أمين. في ناس متغاظة هنا حاسس بيها. فالنعمة صارت، النعمة شخص، النعمة يسوع، والنعمة فيك. لأن النعمة، الذين نالوا فيض النعمة وعطية البر بيعملوا إيه في الحياة؟ بيضيعوا وقتهم، يعيشون مخزيين من يوم إلى يوم، من خزي إلى خزي يذهبون. ده عمانوئيل، الله فينا، المسيح فيك، رجاء مجد. انك تتحول. هو ايه توبه؟ توبه يعني تحول اتجاه، يعني طريقه تفكير، يعني انا لحبيبي، دي توبه. والنتيجه الطبيعيه في نفس الجمله، انا لحبيبي يبقى حبيبي ليه. حد فاهم حاجه؟ مالكمش نفس؟ انا لحبيبي يبقى حبيبي ليه. ده ديناميكيه لازم تشوفها جواك. انا لحبيبي بحول اتجاهي، بقى في النور، وبمسك فيه، امسكت به ولم ارخه. ده وحلف كنا يا بنات اورشليم الا توقظنا الحبيب حتى يشاء. ما حدش حركنا من هنا. انا ملتحم معاه. لما بتلتحم بالرب في حاجات بتتولد في حياتك. لما بتلتحم رب البطوله بتتولد جواك. الامور بتحصل من جوه لبره، مش من بره لجوه. انا عمال بكرر، والتكرار بيعلم الشطار. انت بتعيش من جوه لبره، والبطوله بتحصل من جوه. عشان كده الضعيف بيكلم نفسه، يقول له الواقع بتاعي ان انا ضعيف، لكن الحقيقه بتاعتي ان انا بطل. فانا بقول، بذكرك، انا بطل، المسيح ساكن فيا. وادراكك للسكنه، ادراكك للالتصاق، ادراكك للوحده، انت بتزقر، لان اللي ساكن جواك بيزقر في غضب الهي على عدم العدل، على الأسير. يسمع أنين الأسير، يلتفت إلى صلاة المضطر. وكل حتت أنت عندك خبرات سلبية سبقة فيها، لا تطرح ثقتك، ما تخليهاش توقفك أنك تكمل واقف قدام الرب، مدرك أنه وقت رأفة قد جاء الميعاد. نص الليل صحيت. كتير ربنا بيعمل كده معايا، بس المرة دي كان صحي في نص الليل بصوت بيقول رحب عام. أنا عارف رحب عام، فأنا مدروخ لأنه في نص الليل. قلت له يا رب رحب عام دي قصة سلبية تصبح على خير، ونمت. دي حقيقة. أنا بقول لكم لو حصل بجد، رحب عام قصة سلبية. 6 الصبح صحيت رحب عام. اوكي جايز في حاجه في القصه انا مش واخد بالي منها. ففتحت كتاب مقدس جنبي وقعدت اقرا في رحب عام، قصه سلبيه. فقريت مش عجباني القصه برضو. فلاني ما نمتش كويس قفلت الكتاب ونمت كمان. 8:30 رحب عام، فخلاص بقى. فقمت. فحديث اللي جرى قال لي انت دايما قريت القصه بنفس الطريقه، بس انا عايز اوريك حاجه تانية في القصه.
المعنى هقول لك المعنى بقى هبص لك على رحب عام ونختم. المعنى ببساطة ان المواريث اللي الرب اعدها لكل واحد واحدة فينا ما نستحقهاش، بس المواريث اللي اعدها لكل واحد واحدة فينا اكتر جدا 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 مما نفتكر او نطلب. واحنا بنصارع عشان ناخد فتات، وهو اصلا المواريث اللي اعدها اكتر جدا مما نطلب او نفتكر. وزي ما يكون في حاجة تجنن في القصة، تجنن بمعنى سلبي، حاجة تجنن ازاي هو اعد لينا ما هو اكثر مما نطلب او نفتكر، وازاي البعض بيصارع من اجل انه يقنع ربنا دي حاجة كأنه بيعمل كده، وان كان ده مش الحقيقة. لكن الحقيقة ان في مواريث اضخم جدا اضخم جدا من مما نتصور او نتوقع. ولو ما تغصتش للماكسيمم مش هتاخد اللي انت محتاجه النهارده. لو ما تغصت يعني ايه للماكسيمم، كلكم عارفين يعني كلمه ماكسيمم بس مش لاقي لها كلمه بالعربي. يعني لو ما تغصتش لكل ما في قلب الرب ليك مش هتاخد الخطوه. برضو مش عايز احط ناموس واقول مش هتاخد، لانه رأفات الرب بتكسر النواميس كلها. بس انا عايز اشجعك ببساطه، فغرضي من المشاركه او اللي كان ربنا بيكلمني عليه النهارده من رحب عام ان اشجعك على الماكسيمم، اشجعك على اقصى مقاصد الرب واحلام الرب من جهتك. لانه مقاصد الرب شكل العروس اللي الرب هيطلقها في الزمن اللي جاي، اللي هو حضرتك وحضرتك، شكل الامكانيات والحضور الالهي اللي على حياتك، انك خفيف في الروح بس قوي جدا، اخف من النسور واقوى من الاسود. من وقت رب وراني لهذا المشهد وفتحت قريت بعد كده، عشان المشهد كان بالنسبه لي غريب، شفت نسر بس جناحاته لها عرض معين، وقام فجاه وانا شايف كده لقيت النسر جناحه اعراض حته صغيره قوي، بس العرض الصغير ده ببساطه اول ما الجناح النسر اعراض يعني طول شويه طوالي النسر طلع لفوق اعلى. سألت رب بعد كده، قلت له رب انت بتعمل ايه؟ قال لي انا بفرد جناحاتكم اكتر، لان كل حته صغيره من جناح اطول بترفعك لالاف الاذرع اكتر. بقى اكتشفت بعد كده ان ده حقيقه في عالم الحيوان، ان كل ما النسر جناحه بيقرض كل ما امكانيات انه يكون في مستوى في السماويات اعلى. فحتى على مستوى الطبيعي القصه حقيقيه. رب بس دي آية، الآية اللي أنا قلتها دي في صميل الثاني الصح الأولاني بيقول كده، أخف من النسور، ده بيتكلم عن الذين في المسحة، أخف من النسور وأقوى من الأسود، مع أن المنظر عكس بعض، بس أخف من النسور وأقوى من الأسود. رب بيطلع جيل أو بيطلع شعب مش لأن هم استهلوا، مش لأن هم بقوا أفضل حاجة، لكن لأن في نعمة بتنسكب على حياتهم، يبقوا خفاف جدا. خفاف بمعنى ما فيش أثقال جسد وأثقال خزي وأثقال شكوى وأثقال مرارة وأثقال مش عارف إيه، وماشيين بيجرجروا رجليهم وبيجرجروا كيس تقيل وراهم ماشيين بيته الوقت، رايحين اجتماعات رايحين أي حاجة وراجعين من الاجتماعات، وبيأكلوا بيشربوا بيعيشوا بيجرجروا في هذا الأمر. لا، في حاجة مليانة مجد، في حاجة مليانة حضور إلهي، لأنه وقت أنهم يزقروا، لما بيزقروا الحاجة دي بتقع، لما بتزقر وبتخلي الروح القدس اللي جواك يزقر، والأسد الساكن فيك المسيح فيكم يزقر، الحاجات اللي معلقة وملبكة وملزقة بتقع بتنصهر وتبقى خفيف، أخف من النسور بس في نفس الوقت أقوى من الأسود، لأن الأسد اللي فيك هو الأسد الغالب. حد معايا؟ انا بتكلم بسرعه عشان جوايا انا متغاظ من اي خزي موجود في وسطينا، انا متغاظ من اي حاجه جاء ميعاد انها تحصل وتعطلت في حياه اي حد هنا. ليه؟ لان مفيش وقت نضيعه، لان مفيش وقت نضيعه، والعدو بيحب يعطل يبطئ يسلب، هو قتال سارق يعمل كمين في الطريق بيشتغل فجاء انه وقت رأفه. رأفه دي بتلغي كل اعتماد حتى على ايماني، انا بسبب الايمان بالايمان نالوا المواعيد. حتى الايه دي انه وقت رأفه، مش حتى لو الايمان خلص استنزف مش عارف اعمل ايه اكتر من كده، انه وقت رأفه. انتوا كويسين؟ انا بكرر مش كده؟
فأرى لكم آية. طيب أرى لكم آية رومية. أنتوا هنا؟ رومية. رومية 4:13. إنه ليس بالناموس كان الوعد. ليس بالناموس كان الوعد لإبراهيم أو لنسله. يعني ما هو أصل الوعد كان لإبراهيم ونسله، أنت ونسلك إلى الأبد. غلاطية 3 بيقوم مدخلنا في إبراهيم، الذين هم في المسيح يسوع هم ورثة الوعد، ورثة إبراهيم. حد فاهم حاجة؟ فالذين في المسيح بيرثوا وعد إبراهيم. أوكي، فالآيات دي لينا. ليس بالناموس كان الوعد لإبراهيم أو لنسله، يعني مش بالبر، مش بأعمال، مش بصلاح. أنا عايز الكلمات اللي جاية، هو الوعد كان إيه؟ 3 كلمات اللي جاية، عشاش، أن يكون وارثا للعالم. صباح الخير. هو إيه الوعد؟ هو اللي بيقول ما تبصليش، هو اللي بيقول ما تبصليش، مش أنا اللي بقول. ليس بالناموس كان الوعد لإبراهيم أو لنسله أن يكون وارثا للعالم، بل ببر الإيمان. يعني مش بالمجهود يا إبراهيم، مش ببرك، مش بصلاحك، أنا بديك وعد. إيه الوعد؟ إنك تورث العالم. ممكن تورث العالم دي تدخلك في مشاوير كتيرة قوي، بس أنا عايز أقولك أيا كان المشاوير اللي هتمشورك فيها، وارثا للعالم دي بتحمل في داخلها حضور الرب على حياتك. هتورث العالم إزاي بدون الرب؟ بتلمس سلطان الرب وإمكانيات الرب واستخدام الرب ليك بأقصى ما يمكن، صح ولا غلط؟ بتحمل ليك صحة، بتحمل ليك أبواب مفتوحة. وارثا للعالم، الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر يملكون فين؟ في السماء. عارفين آية يملكون فين؟ في الحياة. يملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح. كم الوعود، كم الميراث اللي الرب عايز يطلقه على اولاد الرب. ده الوعد، ان يكون وارثا للعالم. سلام. يعني كاني عايز اقول لك غمض عينك وارفع ايدك وتخيل. وارثا للعالم يعني السيادة، السلطان، التأثير، الحركة الروحية، انهم اخاف من النسور واقوى من الاسود، انه ملكوت الرب على عليهم مش منطقي، انه حضور الرب على كل جانب من جوانب بيتهم، على ارتباطهم، عيالهم، فلوسهم، مستقبلهم. ما في ناس هنا كل محصورة في فقاعة، في فقاعة دي لغة عربية فصحى بالمناسبة، في 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 كوره ضيقه جدا، كل حياتهم بيفكروا في جوه البوكس ده. والرب بيقول لك ده انا مدي رحب وعايز اسكب رحب، وعايزك تدرك انك ان ميراثك قوي جدا، انك عايش في البقليله دي الصغيره ما بتاخدش، لانك البعض يعني ما فيش اي بعد من انواع نقول ليه اسباب ما بتاخدش، لكن لانك مش مدرك ان ليك كتير قوي ما بتضغطش. يمكن لو لانك مدرك انك ليك 100 جنيه فمش متغاظ لما تقع منك 10 جنيه، لكن لما تدرك ان ليك كتير قوي بتضغاظ من اقل حاجه. إذ ليس بالناموس كان الوعد لإبراهيم أو لنسله أن يكون وارثا للعالم، بل ببر الإيمان. لأنه إن كان الذين من الناموس هم ورثة، لو القصة بالمجهود حتورث، فقد تعطل الإيمان وبطل الوعد. الآية دي بتلطشنا ألم. لو سألت أي حد في الكنيسة قلت له إيه اللي خلى الوعد ما يحصلش في حياتك، هيقول إيه؟ أصل في ضعف في حياتي. الآية دي بتقول الحاجة اللي بتعطل الوعد في حياتك إنك تقول أنا كويس ببر الناموس. إن كان الذين من الناموس هم ورثة، فقد تعطل الإيمان وبطل الوعد. فاكرين رحب عام اللي صحاني من النوم؟
كلمة رحبعام الكلمة هنا كان المفتاح، كان بداية الكلام. ليه؟ لأن القصة سلبية يا رب، قصة سلبية. كلمة رحبعام يعني شعب يتسع، مش بس كده، رحبعام كلمة رحب من رحب، وآم دي يعني شعب. رحبعام يعني شعب يتسع، شعب يسكن في رحب. مش بس كده، مش بس من رحبعام ده معناه شعب يسكن في رحب أو شعب يتسع، ده رحبعام وارث سليمان. عارفين سليمان؟ أخونا سليمان. فرحبعام وارث ميراث غير عادي، واسمه شعب يتسع. كمل الحلم، كمل ميراث، كمل مكنوز، كمل معد، كمل ما لا يحلم به ولا يتصور أكثر مما يطلب أو يفتكر. رحبعام، تعالوا نبص على الحتة يعني مش عايز أركز عليها. بالمناسبة أوكي، رحبعام اختار، فاكرين القصة؟ قالوا للناس، قالوا له سليمان كان حاكم قاسي، هتحكم علينا ازاي؟ فقال لهم دوني 3 أيام، فاكرين القصة دي؟ فسأل المشيرين الشيوخ، فقالوا له ترفق وكون حنين، لأنه رب أراحك من كل جهة وأراح أبوك من كل جهة. سليمان كان صاحب راحة وممالك العالم كانت بتخضع لينا، فأنت مش محتاج يعني تنفعل، اهدى خالص وتراقف بالناس. خرجوا الشيوخ، أم ندده اللي من جيله وكان شاب صغير، أم سأل الشبان، قال لهم إيه رأيكم نعمل إيه؟ طلع خناشيرك. فرحبعام اختار المكان الضيق، رحبعام اختار الصورة الضيقة، رحبعام اختار المكان الضيق. زي ما أنا وإنت في بعض الحين نختار المكان الضيق جوانا، أو المكان الضيق في أفكارنا، أو المكان الضيق في 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 نفسيتنا، في مكان الضيق. عارف المكان الضيق تتعرفه من فين؟ لما تاخد نفسك في سؤال وتبقى ملوش إجابة وتفضل قاعد محشور فيه، لما تاخد نفسك في موضوع وملوش إجابة وتفضل مش تحتح من هنا لغاية الموضوع ده يخلص، وما ترفعش عينك، لأن أنت دخلت في المكان الضيق ده وقعدت بركت. وهو ده اللي بيعمل خزي، وهو ده اللي بيعمل رحبعام، أو في الآخر طلع رحبعام، لأن رحبعام قعد في المكان الضيق ده. عارفين إيه اللي حصل؟ من أول ملكه، برغم أنه وارث سليمان مملكة كاملة، وارث بركة، وارث حضور إلهي، وارث هيكل سليمان، وارث اسم بيقول شعب يتسع، من أول ملكه، لأنه اختار المكان الضيق، ملكه صغر، فبقى في يهوذا فقط، لأن كل إسرائيل قالت له باي باي، والمملكة اتقسمت في زمن شعب يتسع. عشان كده قلت لكم أنا عارف إن القصة سلبية. المملكة اتقسمت وبقى يهوذا بس مع رحبعام، يعني 11 سبت مع زميله التاني اسم موزون معاه، اسمه يربعام. رحبعام يعني شعب يتسع، يربعام يعني الشعب يصارع صراع شعب. فبقى فيه رحبعام اللي على حياته ميراث كبير، لكن اختار مكان ضيق، لأنك أنت جوه بتختار المكان الضيق، مملكتك بتصغر. لما رحبعام الرحب اللي قاله الشيوخ، قالوا له بص أبوك كان صاحب راحة والمملكة مليانة راحة، فريلاكس، ريلاكس قد أكمل، ريلاكس في أبوك السماوي، أخرج من الحتة الضيقة، لأنه هو أعظم من سليمان هنا، وهو أبوك اللي ساكن فيك أعظم من سليمان ساكن فيك، فريلاكس وإدرك إدرك بس حجم الميراث وإدغاز من السارق. ما تسيبش ما اقولكش ما تتغاظش، اتغاظ لان لك ميراث. فببساطه يربعام شعب يصارع، ام جاء واخذ 11 سبت، فضل يهوذا فقط مع رحبعام، لدرجه يقولك ايه رحبعام؟ ما هو اول ما بتساوم الدنيا بتكمل، بتكر اطراس الذهب. كلكم عارفين القصه، يمكن ده جزء من القصه السلبيه بتاعت رحبعام. اطراس الذهب اللي كانت موجوده في الهيكل أنبعها، ليه؟ لأن في احتياج، وحط مكانها أطراس نحاس. فاكرين القصة دي؟ مش فاكرين القصة دي.
ملوك، سفر الملوك، بعضكم هز راسه، مش عايز اقراها لانها ملوك الاول 12. عارفين رحبعم امه كان اسمها ايه؟ ما ده كل مواريث. ابو سليمان امه اسمها ايه تفتكروا لي؟ حاجه بنكررها كتير في الاجتماع ده. لا، كان نعمه، اسم امه نعمه. ابو سليمان وامه نعمه، وهو اسمه شعب يتسع، وورث مملكه سليمان وهيكل حضور الرب اللي مليان ذهب. بس اختار مكان ضيق، ففي لحظه المملكه بتاعته اتقسمت، وبقى معايا هو سبط واحد بس. لازم تتغاظ. ملوك الاول 14، في السنة الخامسة، عدد 25، في السنة الخامسة للملك رحبعام صعد شيشق ملك مصر إلى أورشليم، أخذ خزائن بيت الرب. خزائن، هو أول ما بتساوم، أول ما بتصغر رؤيتك، أول ما ما بتضغطش بما فيه الكفاية، أول ما بتزقرش بالأسد اللي جواك، لأنه عليك ساكن فيك الأسد اللي أنت بتدور عليه، ساكن فيك بيدور على الزئير من أجل الميراث. ومش بس زئير من أجل ميراثك، الحقيقة حقيقة زئير من أجل العروس أنها تخرج ملهبة كجيش بألوية، لأنه قد جاء الميعاد لإطلاق مجد الرب عليها. فلما تعيش في حتة ضيقة جواك، حجم الملكوت جواك بيبقى ضيق، حجم الملكوت حواليك بيبقى ضيق، لأن بحسب حجم الملكوت جواك حجم الملكوت براك. حجم الملكوت جواك قد ايه؟ بحسب حجم الملكوت جواك، حجم الملكوت في ظروفك. كل ما بتتسع الملكوت جواك، كل ما بتتسع امكانيات الملكوت، ادراكات الملكوت، بتتسع تاثير الملكوت حواليك. رحبعام كان شعب يتسع، يربعام شعب بيصارع. اوكي، بس رحبعام اللي ضيقه هو نفسه ضيق. يربعام جاء قدامه، يربعام قبل ما ياخد ال11 سبط جاء قدامه قال له هتعمل ايه؟ هتختار المكان الواسع ولا المكان الضيق؟ فرحبعام قال له لا، هختار المكان الضيق. قال له اوكي، باي باي. ده اللي حصل فعلا. قال له سلام، كل اسرائيل معانا. لما تعمل كده بتحصل حروب بقى ملهاش لازمه. القصه دي ملهاش لازمه. ملك مصر جاء إلى أورشليم، أخذ خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك، أخذ كل شيء، أخذ جميع أطراس الذهب. أنا آسف ما بحقش دي. أخذ جميع أطراس الذهب التي عملها سليمان، فعمل الملك رحبعام عوضا عنها أطراس نحاس، وسلمها ليد رؤساء السعاة الحافظين باب بيت الملك. وكان إذا دخل الملك بيت الرب يحملها السعاة، ثم يرجعونها إلى غرفة السعاة. ده مشهد يبكي. يعني أطراس الذهب اللي مليان الذهب يعني مجد، لكن لأني مش متغاظ بما فيه الكفاية عن اللي حاصل، فعملوا أطراس تانية نحاس بتلمع برضه، واللون قريب من لون الذهب. وجاب السعاة ويشلوها وهما داخلين، ويشلوهم وخارجين، كل الشعب يقول واو شايفين، وهي نحاس مش ذهب. حد فاهم حاجة؟ وتطمن الاطراس النحاس اطراس الذهبي موجوده، نحاس ولا فضه مش ولا ذهب مش فارق. لا فارق، فارق لدرجه ان الكتاب كتبها، فارق لدرجه انه مش عايز يبقى فيه اي نوع من انواع النحاس في هيكل الرب. عوضا عن النحاس، سفر اشعياء، عوضا عن النحاس اتي بايه؟ بالذهب. لانه اي نوع خزي، عوض الحديد اتي بالفضه. لازم يكون في قيمه في حياتك لكل جانب من جوانب حياتك. عشان كده انا كل ده انا مش بوعظ، انا جوايا الصلاه فيها زئير معاكي ومعاك بسناني ضد كل خزي. بالمناسبه لحسن تكون قاعد موجود تقول انا مش مخزي. الخزي يعني هو ان يكون في حاجه جهم عادي انها تحصل في حياتك ومتعطله. ده بالنسبة لي ده تعريف خزي، أو ده تعريف إنك يخليك تتغاظ معايا، وأنا عايزك تتغاظ النهاردة. ولو أنت حاسس حاطط رجليك في المية الساقعة وحاسس إنه لا أنا ما فيش حاجة مش حاصلة، أنا عايز أقولك عندي معلومة لحضرتك، لا في حاجات كان مفروض تحصل ما حصلتش.
لو انت يعني ايه حاطط رفارف على قلبك روحيا، يعني في رحب عام، شعب يتسع. رحب عام يعني شعب مش بس بيتسع، لان ده في امتلاك ابواب الجحيم، الكنيسه ابواب الجحيم لا تقوى عليها. فاكرين الايه دي؟ انا ببني كنيستي ابواب الجحيم لا تقوى عليها. يعني ايه؟ يعني دي كنيسه بتمتد بتمتد بتمتد، بتوصل لابواب الجحيم، ولما توصل بتمتد مش بتتراجع. لا، ما ينفعش نبقى بنحارب لحسن هنتعور، ما ينفعش نبقى بنتقدم لحسن هنتخبط، ما ينفعش. ده كنيسه بتمتد بتمتد حتى ابواب الجحيم لا تقوى عليها. يعني بتتسع، شعب يتسع، رحب عام لدرجه انه يوصل لابواب الجحيم ويقوم وقعها. هو قيامة الأموات هتحصل إزاي؟ ومش بالمجهود. لو ببر أعملنا فبطل الوعد. بطل الوعد ده ببر الإيمان، مش ببر أعمال، مش بصلاحنا، مش بصلاح أي حد فينا. هو اللي بيبني الكنيسة. عشان كده لما كان بيتبني الهيكل، عارفين إنه يقولك ولم يسمع صوت أزميل. عارفين الآية دي؟ عارفين الآية دي؟ والهيكل بيتبني، الهيكل الهيلمان بتاع الهيكل ما تسمعش طق. ليه؟ كل الشغل خلص، هم بيركبوه، بس هم بيركبوه. عارفين الآيات دي؟ ملوك الأول 6، أنا بدور عليه. ملوك الأول 6، عدد 7، البيت في بنائه بنية. ملوك الأول 6:7، البيت في بناء بنية بحجارة صحيحة مقتلعة، ولم يسمع في البيت عند بنائه منحت، يعني واحد بينحت، أو معول ولا أداة من حديد. البيت هو بتبني اتكون اتبنى من حجارة حية، حجارة حية، مش بمجهود، مش بمعول ولا أداة من حديد. ده الحجارة حية مترصق معا هيكلا مبنيا للرأس يسوع المسيح. في حاجة بتتبني مليانة نعمة. تقول لي طب ده أنا عملت شغل شغل شغل. أقولك جاء وقت أنك تقف في البيت وتقوله أنت بتبني فيا، أنت بتبني، ولأنك بتبني في مجد بيغطيني، لأن المجد بيغطيني إذا الخزي يطلع بره. اوكي انا حنط جاد. عارفين جاد؟ مش بتاع الفول والطعميه. ما اصلا انا مش ضامن. تكوين 49 في جاد في كتاب مقدس. تكوين 49:19، جاد يزحمه جيش. جاد في جيش بيزحمه، في زحمة جيش بتضيق عليه. جاد ميراثه واسع بالمناسبة، لأن ده الميراث اللي اتقال في سفر التثنية، مبارك الرب الذي وسع جاد. فالميراث بتاع الرب، مقاصد الرب، مبارك الرب الذي وسع جاد. لكن قبل ما الوعد ده يحصل يقول لك جاد في جيش بيزحمه، ولكنه جاد بيرفض، جاد متغاظ. ليه؟ لأنه مبارك الرب الذي وسع جاد. لكنه يسحم مؤخره، يعني بيفرك. جاد بيفرك روحيا، جاد بيفرك روحيا. لن أطلقك إن لم تباركني. ولما تتحرك مع الرب يقول لك إيمان. فاكرين الراجل لما الرب يسوع قال له كل شيء مستعد للمؤمن؟ فاكرين؟ ده كان الولد المجنون اللي بيصرع نفسه، والاب خلاص ايمانه خلص، قال له لو تقدر تعمل اي حاجه.
جبتوا لتلاميذك ما عرفوش يخرجوه، فانت لو تقدر ده مش اؤمن انك تقدر ومش عارف انك تريد ولا تقدر، فاكرين الابرس قال له اعلم انك تقدر لكن تريد كده يعني، لا ده حتى قالوا لو قدرت تعمل اي حاجه. ورب رد الرب يسوع منظره صعب او قاسي او بايخ، او ان كنت انت تستطيع ان تؤمن لان كل شيء مستطاع للمؤمن. فرب كانه رمى الكوره في ملعب الراجل، بس الحقيقه لو هو رمى الكوره في ملعب الراجل الولد عمره هيخف. سلام مره تاني، لو رمى الكوره في ملعب الراجل الولد عمره ما هيخف لان الراجل ما عندوش ايمان. حد هنا؟ بعضنا لو الرب رمى الكوره في ملعبنا مش هتحصل اي نتيجه، عشان كده احسن حاجه ان الكوره تفضل في ملعب الرب. المنظر العام هو بيقول له انت تقدر تعمل اي حاجه، فقال له بص حبيبي لا 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 لا، كان الرب رجع له الكوره قال له ان كنت انت تستطيع ان تؤمن لان كل شيء مستطاع للمؤمن. طب هو لو المشهد كده وكانه بالكره لبعض، الولد كان عمره ما خاف. الرب ما كانش بيقول له الكره في ملعبك، لان الراجل قال له اعن عدم ايماني. رب الراجل عمل حاجه صح، فضل واقف، انا ما عنديش ايمان بس عدم ايماني ده بديهولك، انا هفضل واقف قدامك، وده الحلو، ده الرجاء، وده ده الاصرار، وده الميراث. بس الرب ما كانش مستني ايمان لانه ما عندوش ايمان. الراجل الرب بيعمل معجزه عشان يرفع ايمانك. الرب في بعض الاحيان مش بيستنى ايمانك عشان يعمل معجزه. طب اقولها هنا، الرب بيعمل معجزه عشان يرفع ايمانك لان دي الرأفه، إنه وقت الرأفة قد جاء الميعاد. رب كتير بيعمل معجزة عشان يرفع إيمان، وده أنا بقولك كده ليه؟ عشان لما تقف قدام الرب وتقول يا رب في كذا وفي كذا ما حصلش وفي كذا ما حصلش، وضميرك يجي يقولك ما عندكش إيمان ما عندكش إيمان، تسكت ضميرك تسكت ضميرك، ويا رب لو ما عنديش إيمان رأفتك تقوم لمس أرضي، فتقوم معدي المطبات اللي إبليس بيرميها وضميرك يرميها، وتقوم مكمل التحام بالرب لغاية لما تاخد وتخرج إسرائيل. يعقوب خرج إسرائيل الذي صارع مع الرب وغلب. حد فهم حاجة؟ أنتم لما لكمش نفس النهاردة، لأن بيحصل منورات في الروح وفي النفس وفي الضمير لما بتقف قدام الرب من أجل مواريثك، منورات عشان ما تاخدش. ده الشيطان وقف عن يمينه ليقاومه، تقرأ كده في زكريا 3، يحصل حاجات وضميرك يتكلم ومشاعرك تتكلم وذكرياتك بقصص صليت قبل كده وما حصلش وفلان مش عارف ايه قال مش عارف ايه، ويحصل مناوره ضخمه، ولازم تعدي المناورات دي وانت ماسك حضور الرب. ما عنديش ايمان بس انا اهو. ولو كان يسوع مستني ايمانه ما كانش الولد خف. الولد خف لان دي رأفه، ولما الولد يخف ايمان الراجل بترفع. جاد يزحمه جيش، الشيطان عن يمينه يقاومه، لكن هو بيرفص، هو لن أطلق إن لم تباركني، وهو يزحم مؤخره. فيطلع سفر التثنية، سفر التثنية الآية اللي أنا قلتها سأقراها لك. أنتوا هنا تثنية 33 عدد 20، لجاد قال مبارك الذي وسع 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 جاد. رحب عام، فاكرين رحب عام اللي صحاني من النوم؟ شعب يتسع، شعب يتسع، ميراثه كبير. ما تختارش مكان ضيق، ده بيصغر مملكتك وبيخلي ابليس يجي يحارب، ومواخد اطراس النحاس وانت تمشي فرحان باطراس اطراس الذهب، وانت تمشي فرحان باطراس نحاس. تسلية 33 لجاد قال مبارك الذي وسع جاد كأنثى الأسد سكن، افترس الذراع مع قمة الرأس، رأى الأول لنفسه. يعني إيه؟ جاد ما كانش الكبير، جاد ما كانش يعني الميراث الكبير، ده رأى الأول لنفسه، قال أنا ليا ميراث. فإيه؟ لأن هناك قسم من الشارع محفوظا، فأتى رأسا للشعب يعمل حق الرب وأحكامه مع إسرائيل. ما عندناش وقت أتكلم في الحتة دي كتير، بس جاد شاف الميراث
ورفق برغم ان في جيش بيسحمه، وقام رأى الميراث. تكوين 26، تكوين 26 قصة كلكم عارفينها. رحب عام، رحب عام مش في تكوين 26 بس، روح رحب عام عدد 21 قصة كلكم عارفينها. حفروا بئرا أخرى وتخصموا عليها أيضا، فدعا اسمها سطنة. كلكم عارفين القصة، قصة الأبار، وأول ينزعوه يخصموه مش عارف إيه. ثم نقل، عدد 23، عدد 22، ثم نقل من هناك وحفر بئرا أخرى ولم يتخاصموا عليها، فدعا اسمها رحبوت، رحب عام، رحب. ما تخليش خبرات صراعاتك السابقة توقفك من الرحب اللي ربنا عايزك تخش فيه. ما تخليش خبرات صراعاتك السابقه توقفك انك تحفر بير كمان مع الرب، فتخش الى الرحب اللي الرب عايز يعمله في حياتك. لو كانوا بصوا قالوا عملنا اولانيه وحصل نزاع، وعملنا التانيه وحصل خصام، ما تخليش احباطات خبرات السابقه توقفك انك تحفر بئر كمان تدخلك في الرحب وتلغي دايره الخزي اللي كانت حاصله في حياه اي حد هنا. لوقا، أنا بمشي بسرعة علشان لوقا 5 أختم بيها. طيب، إنه وقت الرأفة قد جاء الميعاد، إنه يسمع صلاة المضطر. ليه؟ لأنه في جملتين، الجملتين اللي أنا ما وعظتش عنهم هما الجملتين اللي جوايا. الرب بينزل أبطاله لأنه قد جاء الميعاد إنهم يزأروا، لأن الرب فيهم من أجل مستقبل وميراث عالي جدا. دي الجملة اللي جوايا، كنت حاجة أقولها وامشي. عشان كده هو قال لي رحب عام عشان أشارككم بحاجة النهاردة. جملة اللي جوايا ده وقت رب ينزل أبطاله، لأنه الميعاد جاء إنهم ينفضوا الخزي ده ويزأروا كالأسد، لأن الرب معاهم، ماشي معاهم. أشغال، ظروف، صلاة، بيت، ليل، صحيان، وقت ضايع، وقت مشغول، وقت مسؤوليات كتيرة، وقت فاضي ما فيهوش مسؤوليات خالص، ده وده 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 وده. هو جوه عمال بيخبط، تحب تزقر معايا؟ أنا بزقر جوه، تحب تزقر معايا؟ أنا شغال، أنا 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 صرت الناموس أعطي، أنا صرت حلف فينا، الكلمة صار جسدا وحلف فينا. لوقا 5، كلكم عارفين القصة دي. عدد 17، في أحد الأيام كان يعلم، وكان فريسيون ومعلمون للناموس جالسين، هم قد أتوا من كل قرية من جليل يهودية أورشليم. بصوا، كلكم سمعتوني بقول نفس التعبير بس بقوله، لازم أقوله كل مرة بوصل للحتة دي، لأنه كان في حاجة خاصة في الموقف ده، في الزيارة دي. لوقا أكتر إنجيل كتب عن معجزات الشفاء في كتاب مقدس، وهو كان طبيب، فكان بيتابع، او يعني مش بيتابع طبيا لكن بيبص على المعجزات دي لان هو كان طبيب. عمره ما قال هذا التعبير الا في الموقف ده، في الحته دي. رب شفى كتير في انجيل لوقا، عمره ما قال هذا التعبير. قال الجو كان فيه حاجه، كانت قوه الرب لشفائه، كان في زياره خاصه في الموقف ده، في حاجه مكهربه في الجو، والكهرباء، لو جاز التعبير، الكهرباء اللي في الجو دي مليانه شفاء، مليانه شفاء. ياما يحصل كده انه في اجتماعات او في مؤتمرات حاجه بتحصل، تجد انه بعديها شهادات شفاء، شهادات شفاء كتير. 90% من الشهادات اللي جات لي بعد اليومين اللي فاتوا كان شهادات في الدعوة وفي القصد وفي اختبارات وفي أحلام وفي رؤى عميقة جدا في الوقت اللي فات. ده اللي كان حاصل في اليومين اللي فاتوا، لأنه بحسب مش لاقي غير كلمة ميكروب، بحسب الميكروب اللي ماشي في الجو أنت بتستنشق، فبيخش في دمك.
لو جاز التعبير كأن الملكوت كأنه عدوى منتشرة في الجو وانت في أجواء الملكوت بتتنفسها وانت بتسبح بتتنفسها وانت بتسمع الكلمة وبتخش جواها بتبقى في دمك. ففي القصة دي كان في ميكروب في الجو اسمه شفاء، كانت قوة الرب لشفائهم. وإذا برجال، أنا آسف تعبير ميكروب مش مظبوطة طبعا، بس أنا وإذا برجال يحملون على فراش إنسان مفلوج، كانوا يطلبون، كلكم عارفين القصة، يدخلوا به ويضعوا أمامه. لما لم يجدوا من أين يدخلون به لسبب الجمع، دول رفضوا. ما الدنيا يعني خلينا واقفين بره، ما هو بركة. كلكم عارفين القصة في مرقس، التعبير اللي كلكم عارفين، يقول لك نقبوا السقف. نقبوا هي مش موجودة في لوقا، بس موجودة في مرقس وموجودة في متى. القصة موجودة في الثلاث أناجيل. في مرقس يقول هذا التعبير، نقبوا السقف ودلوا أمامه. ليه؟ الرب بيدور على ناس ترقوا بالسقف. رفع عينيه الرجل، يمكن ما كانش جوا إيمان، فاكرين القصة؟ رفع عينيه فلقى إيمان الأربع رجال، فأنبص للراجل وقال له مغفورة لخطاياك. يعني فاهمين؟ بص لعينين اللي نقبوا السقف، مش لعينين العيان. رب يدور على ناس تنقب السقف النهاردة. أنا هوقف واعظ كده. رب يدور على ناس تنقب السقف، حتى لو بتنقب السقف لأجل حد تاني مش جواه إيمان. ورب يدور على عينين مليانة، عينين ناس بتنقب السقف. ليه؟ لأنها بتؤمن أن اسمها راح بعام، شعب بيتسع، تؤمن أن مواريث الرب على حياتها قوية، بتؤمن أن في نعمة، أم اسمها نعمة، وما بيختارش يبقى موجود في مكان ضيق، لأن لما بيضيق كل حاجة بتضيق والقيمة بتروح، لكن لما بيتسع راح هبوط، ما بيخليش اختبارات سابقة توقفه أنه يخش للرحب اللي جاي. مبارك الرب الذي وسع جهد. دول نقبوا السقف ودلوه، فخلاص نظر ليهم فراها إيمانهم، فقال للراجل اللي تحت مغفورة لخطاياك. أمين. ده وقت. أنت عايز إيه؟ ده وقته، ومش علشان جوانا إيمان، إنه وقت رأفة. ده وقت خدمتك، وقت أبوابك، وقت إدرامك، ومن أجل الدعوة تقف قدامه تقول من أجل الدعوة، ومش معتمد على إيماني. ده وقت رأفة، قد جاء الميعاد، أنا عايز أزقر، لأنك أنت جوايا بتخبط تقول لي أنا بزقر جواك، اتحد معايا، فأنا هزقر معاك يا رب. أمين. تعالوا نغمض عينينا ونصلي.